نقول الحمد لله على كل حال، الدراري قدموا مقابله جيده، ما تاثاش لينا الفوز، كنا جايين عازمين اننا باش اوموان نجيو ان بوين ولا 3 بوين، لما لا، ربي ما بغاناش. ايوا كنتمنى اننا نكونوا ان شاء الله في نهارنا وفي يومنا في المقابلات اللي جايه ان شاء الله، ونزيدوا بالفرقه القدام ان شاء الله. الجماهير الوجديه اللي انتقلت هنايا في الملعب طونور، يعني شي كلمه لهم باش كتوعدهم؟ بالنسبه للجماهير يمكن تكونوا كعيالين على حساب هذا الريزلت اللي درنا، ولكن الدراري داروا اللي عليهم صراحه. هذه هي باش كره القدم، واحد خاسر واحد رابح، وكان وعدهم اننا نكونوا في المستوى ان شاء الله في المقابلات الجايه، وكنتمنى لهم طريق السلامه ان شاء الله اليوم ولجميع الجماهير الوجديه.